حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. وقبل نخوض في تفاصيل مواضيعنا في هذه الحلقة وأحداثنا والترندات اللي صارت، صار أكو خبر عاجل قبل قليل بشكل مضحك مبكي حزين، كل الرياكشنات ممكن أنت تجي بوجهك وتجي إلى ذهنك وروحك من تشوف المنظر وتشوف الصورة وأيضا تسمع الخبر. أكبر سرقة في تاريخ العراق ممكن، سرقة القرن. هذا المبلغ ظهر أمامكم ما هو إلا ربع منها. محمد الشياع السوداني في بيان رسمي أعلن قبل قليل عن استرداد جزء من المبلغ المسروق اللي كان في عهدة نور زهير جاسم. هذا الاسم اللي كان يتردد بالفترة الماضية بشكل كبير جدا في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية. حلقات يا أبو حلقات، برامج يا أبو برامج، تقارير الشرطة، إلقاء قبض وزير داخل، كل هاي الأخبار سمعناها بالفترة السابقة، من كانت الفلوس أو الأموال ما حد يدري بيها وين. هذا المبلغ اللي هو على ما اعتقد 182 مليار، يمكن ربع المبلغ اللي سرقه نور زهير جاسم. وحسب البيان اللي ذكره محمد الشياع السوداني انه قال هذا المبلغ هو السيولة اللي موجودة، واكو المبالغ العقارات، اغلب المبالغ الباقية هي بالعقارات، نور زهير جاسم مسويها او محولها بالعقارات فلوسه كلها. بالمناسبة هو مو فقط هذا الاسم، اكو هواية اسماء واكو هواية جهات ويا نور زهير سهلت امره، ذكرها محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء في البيان قبل قليل. انا يمكن قلت ربع المبلغ، وهذا يمكن مو ربعه، هذا نص ربعه يمكن، لان هو المبلغ 3 تريليون و700 مليار، 3 تريليون و700 مليار. زين، بالتالي هذا المبلغ اكو اخبار او الدوله وبعض المواقع انه هذا تريليون و600، واكو قالوا بس اعتقد الرقم الحقيقي هو 182 مليار اللي اعلن عنه، وممكن هذا المبلغ يكون حصه شخص واحد، ممكن يكون حصه شخص واحد. وايضا على مصطفى الكاظمي، عفوا محمد الشياع السوداني ما اخذ اسمنا على مصطفى الكاظمي من قد ما ظلينا نسولف يا معود ابو الغيره جيب ودي كل شيء ما سوى. ايضا اعلن محمد الشياع السوداني انه تم مصادره او الحجز على اموال نور زهير المنقوله وغير المنقوله، بس راح يطلع بكفاله على مود يرجع باقي المبالغ، العقارات اللي باسمه وباسم زوجته وباسم قرايبه واهله وعشيرته، هاي العقارات ممكن راح يبيعها زين ويرجع ايضا. بس احنا نخاف من شغله ويا دولة رئيس الوزراء لازم تركز بيها، هذا لا تفيدوا يا رقابه لصيقه ولا تفيدوا يا عيون مشتغله عليه 24 ساعه، ترى هذا عنده علاقات بحيث طياره جت، لو ما الوزير كان الله محمد وعلي وياه، والفلوس ما شفناها بعد. فاتمنى، وايضا ممكن ترى حياته ممكن تكون بخطر، حياته ممكن تكون بخطر، كم واحد راح يتفوه ويحكي عليه ويجيب اسمه، خايف هسه ومنتظر، ممكن حياته تكون بخطر. اتمنى تكون الحمايه إلى قويه والرقابه إلى اقوى، لانه هذا الشخص مهم جدا. بس انا على ما اعتقد انه الاقتراح هذا انه لازم هو يطلع حتى يرجع الفلوس، اكو عقارات باسمه لازم هو يبيعهن ويجيبهن ويرجع. فاني اتمنى
انه هذا الموضوع يتم التركيز به وان شاء الله الفلوس كلها ترجع. هذا الموضوع اللي كان هو اول موضوع وموضوع عاجل في فقرتنا لهذا اليوم، وسولفنا به بما فيه الكفاية، وايضا عرفنا المبلغ وشفنا الفلوس. احنا بدورنا ايضا نقول او نشكر كل من ساهم باسترداد المبالغ، وايضا نتحول الى مواضيعنا في هذه الحلقة في هذا اليوم. مواضيعنا هي عديدة، ولكن احنا نريد قبل كل شيء بموضوعنا اللي راح نتحدث به حاليا نقدم التعازي والمواساة الى أسرة الزملاء الأعزاء الإعلاميين أحمد الحسين وأيضا الزميل المونتيار مصطفى الصراف اللي توفوا بسبب حادث سير في بغداد. الله يرحمهم والله يلهم ذويهم الصبر والسلوان. ويعني هذا الموضوع اللي أنا جاي وجاي أتحدث به موضوع مهم جدا. سبب الوفاة هو اللي خلى الناس بحيرة من أمرها. سبب الوفاة هو حادث سير عكس اتجاه الطريق بين قوسين الرونج سايد. الزميل أحمد الحسن والزميل مصطفى الصراف توفوا بسيارتهم وهم عكس السيار كانوا يمشون، وجتهم سيارة أيضا عكس السيار. توفوا في بغداد يوم أمس، وإحنا لازم نعزي ذويهم، وأيضا نشدد على موضوع أنه يا ناس السياقة، وأتمنى من المرور العامة أيضا تركز بهذا الموضوع حتى ما نشوف أي حوادث بالفترة الجاية. هذا هو كان موضوعنا الأول في فقرتنا فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني اللي أيضا راح نتحدث به بالفقرة، طبعا هذه صور أحمد ومصطفى، وهذه أيضا صور من الحادث. أما موضوعنا الثاني اللي راح نتكلم به أيضا هذا بيان المرور اللي نزل في يوم أمس. موضوعنا الثاني اللي راح نتحدث به، الناس كل سنة طالب من وزارة التربية من الدولة الاهتمام بالمدارس، الاهتمام بالصفوف، الاهتمام بالدراسة بشكل عام. ناشدنا وحكينا قبل فترة معينة من الزمن انه ماكو رحلات يقعدون عليها الطلاب، لدرجة انه طلعنا مدارس من طين من طين، وايضا مدارس الطلاب يفترشون الارض ويقعدون. ناشدنا وزارة التربية، ناشدنا الدولة، ناشدنا الناس المسؤولة، ما حد قدر يوفر هذا الشيء للطلاب. لأن الجهد الهندسي بمديرية الحشد الشعبي المقدس يوميا وبواقع 2000 رحلة تقريبا تنتج حتى تكفي المدارس. الحشد الشعبي اللي يحمي الناس على الساتر وأيضا يبني الأرض من الداخل، من الخارج يحمي الأرض ومن الداخل يبني ويعمر. الطلاب هاي الشريحة المهمة جدا في المجتمع. الطلاب اللي ما عندهم رحلات، ما عندهم كراسي يقعدون عليها بالمدارس، الحشد الشعبي مديرية الجهد الهندسي بمديرية الحشد الشعبي جاي تنتج رحلات للطلاب للصفوف حتى تكفي العدد. يعني ممكن من نهاية السنة ما نشوف مدرسة أو صف بدون رحلات.
هذا الموضوع اللي احنا نريد نتحدث به، موضوع انه بما انهم على الساتر يحمون الارض ويحمون البلد، وبنفس الوقت بالداخل هم يبنون ويعمرون. وشفنا مساهمات الحشد الشعبي في الكثير من المواضيع، اخرها على ما اعتقد البناية اللي سقطت بالكرادة. شفنا الجهد الهندسي بالحشد الشعبي اخرج عدد كبير من الناجين، وايضا انتشل بعض الجثث وساعد الدفاع المدني. اليوم هاي الرحلات هي للطلاب من انتاج الحشد الشعبي. خلينا نشوف الموضوع والصور وتفاصيله ايضا في فقرة فيس تو فيس. طبعا هذه الصور امامكم اللي تظهر بالشاشة، هاي صور الرحلات، ويمكن حتى احلى من الرحلات اللي نستوردها، على ما اعتقد احلى منهن بهواية يعني. وايضا هذه صورة اخرى، هاي الحديد، مرحلة الحديد. طبعا الخبر انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا العمال ايضا جاي يجهزون رحلات. هذه صورة ايضا من مكان التصنيع، هذه صورة من مكان التصنيع. الناس لازم تعرف وتشوف شنو اللي جاي يصير حاليا، مرحلة جديدة من العمل. شفنا العتبات المقدسة وشفنا الحشد الشعبي ومساهماتهم بالفترة اللي مضت. خير مثال في كربلاء مشروع الساقي، على ما اعتقد ارض صحراء تحولت الى ارض خضراء خصبة صالحة للزراعة، وراح تنتج كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية. ايضا هواية مشاريع تنفذها العتبات، تصير احلى ما يمكن او احلى ما موجود في البلد. وايضا الحشد الشعبي اللي ينتج ويسوي ويشتغل بالداخل ويحمي الارض من الحدود، حيث نشر ايضا هذه الصور من موقع العمل مثل ما تشوفون. هذه صور الرحلات اللي تشاهدوها امامكم، هذه صور ايضا من حيث نشر الاعلامي صادق الشمري، يقول بعد سنة ماكو طالب يقعد بالمدرسة بدون رحلة. والفضل لله ولأبطال الهندسة العسكرية بهيئة الحشد الشعبي اللي افتتحوا ومعمل لإنتاج الرحلات المدرسية وبطاقة 2000 رحلة يوميا، ومن المتوقع أن يسد حاجة العراق خلال عاما واحدا، خلال سنة واحدة ممكن تسد حاجة العراق. هذه الصور من المصانع اللي يتم التصنيع بها. دفاع يقول شكرا لحشد العراق الوفي الأبي، الحشد الشعبي المقدس، ستكونون شمسا تكشف الفساد، حقا إنكم حماة وبناء وبنات، بارك الله بكم يا أبطال، بالتوفيق إن شاء الله. أيضا تعليق من قبل علي تحسين المندلاوي يقول ما شاء الله هذا الشغل ساتر ومشاريع ثقافية، هذا الشغل ساتر ومشاريع ثقافية ودينية وتربوية. الله يوفقكم ويبارك بكم ويحفظكم بحق محمد وآلي محمد. تعليق من قبل نور يقول بارك الله بكم والجهود المبذولة في الحرب والسلم، أنتم جنود جنود الله، الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. غزوان يقول بارك الله فيهم، المفروض تتحول الهندسة العسكرية للجيش والشرطة للخدمة المدنية، أفضل من ما قاعدين أكل ونوم. مرتضى طبعا هذا الموضوع مال الجيش والشرطة، قبل لا أروح التعليق مرتضى، احنا نشوف بأغلب الدول أكو الجيش عنده مصانع عنده ويصنع وكل شيء، بخير مثال في مصر، ولكن ما مستفيد منه. حاليا الحشد الشعبي هو اللي ينتج ويصنع ويعمر ويسوي. فهذا الموضوع اتمنى الدولة ايضا تلتفت اليه وتخلي الجيش ايضا يدخل في صناعات كثيرة ممكن
تخليه يكفي ذاته من الميزانية بدل ما ياخذ ميزانية من الدولة. مرتضى يقول هذه المشاريع مفرحة لأنها تنقذ الطالب العراقي من افتراش الأرض طلبا للعلم. لكن للمعلومات اكو معمل الرحلات المدرسية اعتقد تابع للتربية، ليش ما انفعلته وزارة التربية طول هذه الفترة؟ هذا كان آخر تعليق بخصوص الموضوع اللي احنا تكلمنا عنه، موضوع الحجز الشعبي اللي بدأ ينتج رحلات للطلاب حتى يقعدون عليها من يروحون للصف للمدرسة. شفنا كثير من الصفوف اللي ما بيها رحلات، وناشدنا هنا وطلبنا من يا ناس يا عالم لازم اكو رحلات للطلاب تجلس عليها، ولكن ما من احد يجاوبك ولا من احد يفعل هذا الموضوع ولا احد يستورد او يجيب او يصنع رحلات للطلاب. ولكن دائما وابدا الحجز الشعبي موجود في البلد. موضوعنا الثالث في هذه الحلقة موضوع هو يتحدث عن وزارة الصناعة، حيث اللي تشوفوها قدامكم المصانع أو هذا أحد المصانع. يقول وزير الصناعة لدينا 40,000 موظف فائض عن الحاجة، الوزارة أصبحت أشبه بالرعاية الاجتماعية. يقول لدينا 40,000 موظف فائض عن الحاجة، من تجي تريد تحكي بهذا الموضوع 40,000 موظف زين يا وزير الصناعة، لو فاتحين المصانع هم تلقى عندك فائضين عن الحاجة موظفين؟ لو فاتحين المصانع اللي متوقفة، لو مزيدين انتاجيتكم هم تلقى موظفين فائضين عن الحاجة نزيد انتاجيتك الصناعية؟ ما هو هذا الموضوع اللي احنا دائما نتحدث به، لازم نرجع نصنع، لازم نرجع نزرع، كل هاي الشغلات مهمة وضرورية. ليش احنا باقين نستورد كل شيء من برا؟ المحاصيل الزراعية نستوردها من برا، الشغلات الصناعية نستوردها من برا، بينما احنا عندنا يد عاملة وعندنا مصانع وعندنا مكاين نقدر نصنع، وايضا عندنا ارض خصبة وعندنا مياه وعندنا يد عاملة ونقدر نزرع. ليش ما تفعل هذا الموضوع يا وزير الصناعة؟ اليوم اذا عندك 40,000 موظف هذا الموضوع ما اقول لك طبيعي، بس جيب وعين وودي وعين وانت المصانع مالتك ما مشتغلة، بالتالي اذا شغلت المصانع اذا رجعنا نصنع من جديد ما راح يكون عندك هذا الكم الهائل من الفائضين. ايضا موضوعنا بي موضوع ثاني وبي تفاصيل اخرى لازم نتحدث بيها. يقول كان الاولى بكم ان تتحدثوا عن من تسبب بهذا الفائض ومن جعل وزارة الصناعة بهذا الركود المخيف. من يتحمل مسؤولية تراجع الصناعة العراقية؟ من يتحمل دخول المتردية والنطيحة من البضائع للسوق العراقية حتى بات المنتج العراقي مركون على الرف؟ يجب أن يحتسب أو ما أعرف وش كاتب إيش يريد يقصد بها، أو يحبس المتسبب قبل أن تتحدث عن النتيجة. حمزة يقول أشغلهم صح من خلال تشغيل المعامل والمصانع، وراح تحتاج ضعف هذا العدد من الموظفين مو فائض عن الحاجة. أبو علي يقول أعتقد لو تعيد النظر بهذا التصريح، لأن مو الموظف مسؤول عن قرار إيقاف الإنتاج والعاقل يفتهم. محمد يقول وزير الصناعة استورد مكان ومعدات وأصلح العطلات وشغل الخطوط الإنتاجية بدل هذه الكلمات التي تدل عن عجز وتكاسل وتمني الرواتب على الموظفين وكأنها من جيوب أهاليكم. آخر تعليق يقول في كل الدول الصناعية الأوروبية أكو نقص حاد بالعمالة والموظفين خاصة بهاي الفترة، والعراق الوحيد بين الدول عنده طاقات شبابية وفلوس وكل شيء عدا التخطيط والمشاريع اللي ممكن يستفيدون منها الشعب والبلد.
هذا الموضوع ياخذنا الموضوع الثاني. الموضوع الثاني اللي هو طبعا هو مرتبط به الماليه النيابيه. 250 الف موظف مزدوج وثلاثي الراتب و300 الف فضائي. احفظوا لي هذا الرقم وخل نتحدث به انا وياكم. انا ليش طلعت هذا الموضوع بعد موضوع ال 40 الف موظف؟ موضوع هسه احنا ما يجوز دول اللي بوزاره الصناعه يجوز مو يعني مو فضائيين، يجوز دول فعلا الموظفين بس المصانع واقفه فبالتالي ما يشتغلون. ولكن موضوع يدخلنا بموضوع 250 الف موظف مزدوج وثلاثي الراتب و300 الف فضائي. احسب لي العدد الجيد، 250 الف وزائد 300 الف 550 الف. 550 الف هاي الصوره مو هسه وقتها مخرجنا، هذا موضوعنا الرابع والاخير. احنا حاليا جاي نتحدث بموضوع اللي نتحدث به حاليا هو موضوع الفائض والرواتب اللي هي او الموظفين اللي هم فضائيين او مزدوجي الراتب. موضوع انه اكو عندنا ما يقارب 550 الف موظف مزدوج وفضائي، هذا موضوع مهم على دولة رئيس الوزراء اللي جاي يشوف خطواته بالفترة الحالية بمكافحة الفساد انه ينضرب هذا الموضوع، موضوع الفضائيين وايضا موضوع مزدوجي الراتب وايضا وثلاثي الراتب. هاي ثلاثي الراتب هاي جديدة انهم كانوا يعني موظفين يستلمون راتبين من الدولة، هذا اللي حرمه السيد علي السيستاني دام الله ظل المرجع الاعلى، وايضا ثلاثي الراتب هسه اكو. يعني انت راتبين من الدولة ما يصير تستلم، حرام شرعا حرام، انه بتستلم ثلاثة وعندنا 300 الف فضائي. هذا الموضوع لازم ايضا يتم التدقيق به لان اكو واي ناس فاسدين وايديهم طايلة بهذا الموضوع. موضوعنا اللي راح نتحدث به اللي هو موضوعنا الرابع والاخير في فقرة فيس تو فيس، هو موضوع دائما ما يتكرر، موضوع شوارع بغداد او كل شوارع بالدنيا بها عدد من فتحات المجاري، مجاري تصريف المياه بها عدد من الفتحات، المنهول اكو يسموه منهول، بها اغطية. احنا اخواني نعاني من هذا الموضوع، باليوم خبر او خبرين او حالة او حالتين تصل الى بعض الاحيان ثلاث حالات سقوط اطفال في فتحات المجاري. هذا الموضوع دائما ما يتكرر، دائما ما نحكي به، بس اليوم وصل وزاد عن حده. اليوم وصلنا مرحلة اربع شباب وقعوا، ورا ساعتين لقينا خبر جديد طفل واقع بالمنهول، ورا ثلاث ساعات شفت خبر ايضا سقوط طفل وتم انقاذه بالمنهول. ترى ماكو شيء يا امانة بغداد، امانة العاصمة، ما ادري منو مسؤول عن هذا الموضوع. ترى هو قبق حديد، ليش ماكو قبق مال الفتحة، فتحة قبقها الكبرى، ليش ما تخلون؟ افتر على بغداد، افتر على المناطق، اشوف شنو النقص واخليه. المن تشتغلون وتداومون وتجيبون وتودون، المن يومية تروح وتجي للشغل، حلل خبزتك. اليوم اطفالنا توقع تروح بالبلاليع مثل ما يقول جلكم الله، بالمجاري، مجاري تصريف المياه. هو قبق من هولا خلي لكل مكان ما بي. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وايضا ردود فعل الناس حول هذا الموضوع. هذا الموضوع يقول انقاذ طفل سقط في فتحة للصرف الصحي في بغداد. هذا شايلي الطفل طبعا ويهوسون بي، ما اعرف يعني انا الى متى راح نبقى احنا بهذا الوضع اللي هو الاطفال تسقط
بالفتحات مال المجاري، وما ماكو لا احد يجي يسوي لك يخلي لك يبني لك او يخلي لك حديده، ولا احد يخلي لك قبق، ولا احد. انا مرات اشوف مخلين تاير، لو مخلين عوده الكبرى لو قونيه وتارسيها رمل. ما الى متى احنا نبقى بهذا الحال بهذا الوضع؟ الله اعلم. ابتسام تقول ربي يعطي الصحة ويحميه من الأمراض. السؤال فتحة الصرف الصحي وين غطاها حتى ما يسقطون الأبرياء؟ والله ما أعرف وين غطاها، سأليهم. ليليان تقول فتحة الصرف الصحي أكيد ما بيها أخطية، طبعا الأطفال يسقطون بيها. هذا التعليق يقول إنه حقا بطل حقيقي، هذا الشخص اللي أنقذ الطفل يستحق أن نسلط الضوء عليه. يقول إنه حقا بطل حقيقي وصاحب غيرة قل مثيلها، حيث قام بمساعدة فرق الدفاع المدني في إنقاذ طفل سقط في أحد المنهولات المفتوحة في منطقة الجيارة اليوم. رضا يسكن قطاع 31، يعمل في بلدية الصدر الثانية، تم الاتصال به على الفور عند سقوط طفل في أحد المنهولات المفتوحة. حضر رضا مسرعا بالرغم من بعد المسافة، فوصل بالتزامن مع وصول رجال الدفاع المدني وطلب منهم أن يقوم بالمهمة بمفرده، فقاموا بتزويده بالمعدات والحبال اللازمة للإنقاذ، فدخل إلى المنهول وحده وسحب الطفل إلى الخارج في آخر لحظة قبل وفاته، حيث الغازات السامة تملأ المكان. كل التحية للبطل رضا، وننتظر تكريمه لأنه سوف يعد بطل قومي لو حدث هذا الأمر في أحد البلدان. عاش فيده، يشكر على هذا الموقف البطولي، وبنفس الوقت نشد على ايد امانة العاصمة، امانة بغداد، الناس المسؤولة بالبلديات، بلدية المناطق، كل منطقة بها بلدية تابعة لها. خلوا غطوا الفتحات، الناس توقع، الاطفال توقع، غطوهن، ما يراد الاشي حديدة. وايضا اكو ناس تبوق، الناس هذول اللي بوق يبوق هاي المطرية، ماكل قبال البابا انا اشوفهم يبوق مطرية، هاي المطرية ما حد يوقع بها، هي هالقدوتها، بس الفتحات المجاري غطوهن. هي حديد شي كلفك؟ فلوس تاخذ ميزانية خير من الله؟ ما اعرف بعد. هذا كان اخر موضوع في فقرتنا الاولى، فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بالسوشيال ميديا وايضا في فقرة يوتيوب. الفيديو الاول لطائرة هليكوبتر عراقية سقطت ولكنها لم تنفجر ولا تتحطم بشكل كبير جدا، وايضا اللي كانوا بيها طلعوا سالمين غانمين. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. طبعا الحمد لله على سلامة اللي كان بيها من الطيارين او الجنود اللي صاعدين، ويعني بحسب ما شفتها بالفيديو هي قديمه على ما اعتقد، موديلها قديم، تعبانه بعض الشيء، لكن الحمد لله ما حد متاذي. هي واقعه بطريقه ما اعرف شلون واقعه، بس هي يعني ما اعتقد اكو اثار للضرر لاي شخص كان صاعد بيها. هاي سقطت في احد المحافظات العراقيه على ما اعتقد بالجهه الغربيه، فأتمنى السلامة للي كان موجود داخل هذه الطائرة الهليكوبتر. وأيضا نتمنى من وزارة الدفاع أنه تستورد طيارات زينة، طيارات يعني معدلة، ولو هي بيد ربك الطيارات توقع. وطبعا بهاي الفقرة هواي عندنا حوادث طيران، بس يعني نخاف احنا على طياريننا، على جنودنا، على ناسنا، فهاي الطيارات ولازم تتأكدون من سلامتها قبل لا تقلعوا، قبل لا تطير بها. شوف الطيارة، شوف شو منقصة ما منقصة، شوف إذا بيها شغلات عائلة للسقوط، للخطر، لهواي من الأمور. فأتمنى تركزون بهذا الموضوع، وهو المنظر أصلا بحد ذاته مو حلو، منظر مو حلو من سقوط طائرة عراقية، منظر بحد ذاته مو حلو، يعني منظر طيارة واقعة. فهو يحدث ويصير كل دول العالم عادي طبيعي، بس هو مو حلو بحقنا، مو حلو بحق وزارة الدفاع، بحق الجيش العراقي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو.
أزهر يقول صيانة الطائرات غير جيدة وعدم وجود مفارس فنية كفوءة تعمل على إدامة وتصليح وصيانة طائرات الجيش العراقي، وأغلب المتعينين بالواسطات، وكذلك عدم كفاءة بعض الطيارين الذين دخلوا هذا المجال بالواسطة والمحاصصة. يا موضوع الواسطة والمحاصصة اللي ما نخلص منه، كل مفصل من مفاصل البلد لازم نلقى واسطة، لازم نلقى محاصصة، لازم نلقى. أحمد يقول فدوة أهم شيء سلامة الطيارين الأبطال، فدوة ألف الحمد لله على السلامة، ربي يحفظكم ويسعدكم. وزاني يقول ألف الحمد لله والشكر على سلامة الطاقم الموجود داخل طائرة الحديد، يتعوض داخل الطائرة الحديد يتعوض، بس أنتم ما تتعوضون، سلامتكم أولا فوق كل شيء. محمود يقول كثير شاهدنا من قبل سقوط طائرات عراقية، وهذا يدل على الطيارين غير كفو ولا ليس لهم قدرة على الطيران، والدليل هذه الحوادث المحسوبية. تعليقاتك هاي الأخطاء الإملائية، الواسطات دمرت القوة الجوية العراقية. حبيبي أفضل طيارين ممكن تشوفهم على مستوى المنطقة هم الطيارين العراقيين، أفضل طيار، من أفضل الطيارين، يستعينون بهم بالكثير من الدول، سواء طائرات السفر أو الطائرات الحربية، عندنا طيارين ممتازين، ولكن قل لي جودة الطيارة، موديل الطيارة، أقول لك إيه، بس قل لي طيارين، لا طيار ما يصير طيار إذا ما يدخل بمرحلة هيك جعص، يجعصوه جعص، ينخلوه نخل لحد ما يطلعوا منه طيار. فلا تقول لي واسطة لا ماك، يطلع يدرس سنين ويرجع ما أخذ الشهادة، ما طول أخذ الشهادة فهو يقدر على الطيران ويقدر يقود أي شيء. هذا كان الفيديو الأول عندنا في فقرة ترند تيوب، فيديو سقوط الطائرة العراقية. فيديو الثاني، متعودة دايما، متعود بكل مكان، بكل شغلة، بكل شارع، بكل مؤتمر، متعود ماخذ على الكفخ جلده يحك قدام طب متعود. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والراشديات، قصة عشق لن تنتهي ولم تنتهي. هو هذا البوديغارد مالته سحبة يمكن أقوى من الراجدي، عصارة وسحبة بابا شوف الفيديو شنو هاي أقوى من الراجدي، لو عايفة مضرب راجدي ولا تسحب هاي السحبة. بس انت قل لي شو، متعود على الراجديات، متعود على الكفخ، متعود هاي بين يوم ويوم ينضرب راجدي يومية، صار جدول عدة، ثلاثاء وخميس راجديات، احد وسبت بيض، هيجي صار ايام اسبوع اكو راجديات وايام بها بيض. هذا الرئيس يتذكر المسلمون كيف كان هو وبلده يتهجمون ويسيئون لنبي الامه الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله الطيبين الطاهرين وأهل بيته، كان يتهجم ويحكي ويخلي الناس ترسم رسوم كاريكاتيرية وبيها إساءة كبيرة للمسلمين. ربك ما يطيق بحجار، ما أدري شلون كفخ يدز لناس أتفه ما يمكن كفخوا راجديات ويطلعون، وهو متعود وجلده قام يحكي إذا ما ينضرب راجدي ما يرتاح ولا يوصل للمكان اللي هو بيه، متعود على الراجديات. نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. تقول مون شبع راجديات بأسبوع، شبع راجديات بأسبوع، وبزغرة ما مضروب هالقد. اي والله صدق بزغرة ما انضرب هالقد هذا.
هذا الرئيس قاضيها راجديات، شجاك الشعب يكفخ بيك، مرتك تكفخ بيك، انت شنو دوشك مال كتيل. وصلي صار دوشك مال كتيل خطيه والله، هذا صاير دوشك مال راجديات، هي دوشك مال راجديات ومال كتيل ترهم. هاي حوبة الاسلام طلعت بي. الرئيس الفرنسي نقطتين قول، كافي بدعت الله الخاطر الله، اذا الله عنده خاطر يمك. والله الناس ما تقدر راح بالتعليقات. هذا كان فيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يضرب راجدي، فيديو اللي راح نشوفه حاليا بالصين، بس تقنية فتشي رهيب. احنا دائما ما نعاني من الحرائق بالعراق، نعاني من هذا الموضوع. هسه بالصين مسوين تقنية بالمطار، ما ادري ماكوش تقنية، بحيث لو ما صايره نار افضل، المطار غرق. خلينا نشوف الفيديو نرجع نسولف. غرق المطار، المطار غرق، وهاي التقنية الجديدة اللي موجودة، هاي أكثر شيء تفيد عندنا بالبلد بالعراق. يوميا نشوف بنايات أو أسواق تحرق، حريق يلتهم، حريق يلتهم، حريق في حريق في، ملينا من قد ما نشوف هاي المواضيع أو هاي الأخبار، ودائما ما نفجع بالعادي. اخر حريق يمكن صار بالوزيريه، سوق الوزيريه اللي بيع طور وبما اعرف شنو من مواد، بحيث من شده الحريق بغداد اصبحت عباره عن سحابه من الدخان والغازات. فهذا الموضوع، موضوع انذار الحريق، هذا موضوع مهم جدا. مثل ما تشوفون شلون شعل نار الجهاز الفوق، اتجه للمكان اللي يبي نار او تطلع من عند النار، وشغل خرطوم مياه ما ينسد. هذا مثلا راح ينفتح، ماكو شيء، يشعر هو شعر وين الاكو النار، وين راحت، وين مصدرها، وراح يشتغل. بحيث حتى العربانة اللي كانت اللي بيها النار كانت شالها وقلعها، ما ادري وين وداها. زين مثل ما تشوفون هذا الموضوع يفيدنا جدا بالعراق. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. دكتور علي يقول خلي يتعلم او تتعلم ادارة مطار بغداد، مرتين احترق باسبوع، يوم ورا يوم، لا يوم وبعدها وراها بيوم، يعني باسبوع واحد مرتين احترق. علي يقول شيء محزن عندما نرى دول العالم تتقدم بجميع المجالات، بلدي العراق يرجع إلى الوراء في كل شيء. أما زينب تقول إحنا أحسن منهم، نتصل على الإطفاء يوصلون وإحنا مطفين الحريق بالتراب. فلا إحنا نطفي بالتراب. غروب الشمس تقول شوف هاي بالصين، ومن يحكي العراقي يقول لك صيني مو خوش، إحنا بعد لو 50 سنة ما نوصل لهم. آخر تعليق تقول حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من باع وخان العراق كان من يكون. يا صديق الله، يعني أسأله ما كان هذا الجهاز عندنا، ما أعرف والله، يجوز. الفيديو الأخير في حلقتنا لهذا اليوم هو فيديو اصطدام طائرة بشاحنة، شلون صارت ما أعرف، خلينا نشوف الفيديو. انا يعني طياره بطياره ما سامع يندعمن. زين سياره بسياره، اي سياره بطياره، هاي اول مره اشوفها، سياره بطياره. شوفونا الطياره راحت، من جاي تقلع سياره جتي الداعمه، هاي شنو هاي ابو سياره، انت شنو وضعك، وضعك شنو انت بهذا الموضوع؟ مطار هذا مدرج، شلون انت تمشي؟
زين هو الصوت يمن، يما ابو البرج، يما ابو السياره، يما ابو يما الطيار. يعني هو طار، انت السياره وين كنت؟ هاي مثل ما تشوفون راح. ما اعرف التقصير مين، بس يعني فشي غريب غريب عجيب. طياره بسياره الحادث، زين طياره بسياره، اول مره انا اشوف هيك حادث بحياتي. انه براحه، بس شوفوا سرعه وصول الاطفاء. طبعا هو بكل مطار اكو اطفاء على المدرج وعلى هذا، بسرعه وصلوا ما شاء الله. ولا هذا الدخان الراح هيجي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. ابو عبد الله يقول بيك طياره منتخب كوستاريكا القفاصه. بيش طالبوا ابو عبد الله رحمه الله يديك. ما نتمنى احنا الواحد يموت. قفاصه راح يرجعون الفلوس، بس ما بلكي طياره منتخب كوستاريكا. سمو خسروا سبعه، بعد شو تريد؟ سبعه خسروا. ابو ضرغام يقول ادري فازوا والله اليوم، ادري فازوا. اول مره اسمع طياره تدعم سياره. ابو ضرغام والله انا مثلك اول مره اسمع، شو ما شفتك. فاديه تقول واو، ايش جاب الشاحنه بمدرج هبوط الطائره؟ والله ما ادري انا جاب الشاحنه. اخر تعليق من مروه تقول الله يساعد المسافرين ويكون بعونهم، مش حالهم هسه من الصدمه، الحمد لله على السلامه. لفت نظري سرعه اجراءات فريق الاطفاء، ما شاء الله عليهم. هذا كان اخر تعليق واخر موضوع في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه. اقول لكم في مالا.